صباح الخير، صباح النور. كي دايرين؟ كي صافحين؟ لاباس عليكم؟ جيسبيغ انه يلقاكم الفيديو ديالي وانتم ناشطين فرحانين وفي اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد بديتو لكم من هاد الروينه. المهم اللي كتبان لكم اذا اشويه في شكل حيت جايه كونتر ليميير ورايا الشارج مونا جايه هنا حيت هذه الكوفاز هنايا. دونك جيت نيشان باش نتوجد، ديجا لابسه غادي نتوجد حيت غادي نمشيو ان شاء الله لاكادير، عندي فيه واحد الغرض خصني نقضيه، او ميم طون غادي نمشي باش ندير الصواب ونشوف مريم حيت ولدات الحمد لله تفكات بخير. العقبه كل وحده يا ربي حامله وكتسنى تفك بخير ان شاء الله، وكذلك العقبه البنات اللي كيتسناو ان شاء الله يولدوا. الله يفرحكم يا ربي. فضروري خصني بغيت نمشي عندها هكا لا كلينيك نشوفها. غادي نتوجد معكم، ندير ليكرون ديالي هي الاولى دابا وغادي نتوجد معكم. ما غاديش ندير شي حاجه، المهم غير باش اي في بون مين وجهي وصافي باش ما يبقاش وجهي صفر. صافي بنات، غادي نهز داكشي اللي باقي خاصني نبدا هكا ديال داكشي ونتلاقاو ملي نهبط ان شاء الله. البنات جيت باش نشرب فيتامين دي ديالي، فكرت نقولها لكم. المهم ما نبداوش على سي ها هو منشور. قلت لكم جيت نشرب الفيتامين دي ديالي وتفكرت نجي نهضر لكم على الفيتامين دي. ان شاء الله راه معوله انني غادي ندير لكم فيديو مفصل على هذا الموضوع هذا، بما انه 80% احصائيات قالوا بلي 80% من النساء كيتعرضوا لنقص فيتامين دي. وهذا الفيتامين دي البنات الا حسيتوا براسكم لكم واحد خمول، عياء شديد، ما كتقدروا ديروا حتى شي حاجه، سخفانين، الكآبه، كيدير الكآبه، كتحسي براسك حزينه وما عارفاش علاش، تساقط شديد في الشعر، وزيد 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 عليكم الفيتامين دي. ونورمالمون بلا ما يخرج لكم الطبيب خاصكم تبقاو تاخذوا كور ديال الفيتامين دي. مثلا انا هذه كنشربها كل 21 يوم، كنخرج عليا الطبيب وساليتها وليت كناخذها مني لراسي حيت وليت كنعرف شنو هما الاعراض ديال الفيتامين دي، وبالتالي كناخذو كنشربو. فهذا يلاه شريته البارح، كنديرو هكا غير في الماء، كتجي بحال القريعه كونسونطري ديال الزاج كتهرس، وكنكبها هكا في الماء كنشربها. كما قلت لكم اللي كتحس براسها عندها هاد الاعراض هادو عليكم فيتامين دي. اهم حاجه بعدا ديروا التحاليل باش تعرفوا راسكم شحال نقص عندكم. خلي انا دابا نقص عندي بزاف، يعني طايح عندي بزاف اكثر من فقر الدم، هو عندي طايح بزاف بزاف. على العموم هو كيكون نقص عند النساء اكثر من الرجال. صافي دابا غادي نشربو ونهبطو نمشيو. شوفوا شكون اللي عزيز عليه الخصالات تقيسنا شي شوكة، شكون اللي عزيز عليه الزعبول ولا الكرموس، حنا كنقولو الكرموس. المهم جاتني هاد القفاز تبارك الله كاملة بالكرموس، بطبيعة الحال حنا مغاديش نستهلكوه كامل. هنايا درت عمرت هادي لجارتي غادي نديه ليها، هادي لجارتي
وهذا الشيء خليته لينا حنايا غير هذا الشويه هكا. وهذا الشيء غادي نديه لحماتي، هذه الخنشه هذه غادي نديها لحماتي هكا تذوق جارتها ولا المهم، حيت تبارك الله راه كميه كبيره بزاف، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. انا نقصت منها جوج ميكات وبقيت تبارك الله بزاف، ما كرهت الصراحه نديهم نقسمهم زعما بين حماتي وماما، ولكن ماما بعيده وخفت عليه يخسر، راكم عارفين هو الا بقى حتى تحيد يعني كيخسر دغيا، كيطيب دغيا، حيت عزيز عليهم وقليل ما كاينش هذا النوع هذا في خنيفرة بزاف. صافي المهم هذا مكان باش ناخذ الورد لمريم باش نمشي نشوفها في الكلينيك. صراحه ما عرفتش اكزاكتومون واش كيساليو الزياره، دابا راه تقريبا خمسة د العشيه، غادي نمشي ان شاء الله باش نشوفها، ندوز دابا نيشان ناخذ الورد ونمشي لكلينيك، وهانتوما معايا غالبا ما غاديش نصور عندها هكا باش الواحد يكون واخد راحته وداكشي كامل. هادي بالزرق بما انه مريم ولدت وليد وصافي. بنات انا عاد دخلت، كان عند حماتي في الدار، المهم شربنا واحد الكويس ديال اتاي وجد الرزاح، حيت واحد شويه غادي نوضو غادي نخرجوا. المهم كما شفتوا مشيت شفت مريم في لاكلينيك، تفكات بخير وعلى خير الحمد لله، مزيان صحيحتها مزيانه، صحيحه البيبي مزيان، واحد الكتيكيت ما شاء الله عليه، الله يحفظه ليها يا ربي، كبروا في طاعه الله، غزي وولد تبارك الله عليه، وتا هي بخير الحمد لله. راكم عارفين الولاده ماشي سهله، باقي عيانه مسكينه، ولكن الحمد لله بخير وعلى خير. فصافي شفتها، جمعنا واحد شويه، جلست مع هي ماماها وحماتها، كنا جالسين مجمعين وهضرنا شويه وخرجتها. فصافي هذا ما كان، المهم هانتوما معايا داكشي اللي غادي ندير من بعد. صراحه بغيت نمشي نشوف زكية، غادي نشوف يمكن غنمشي نشوفها، حيت ماماها جات من الحج ومازال مشيت نبارك ليها الحج ونشوف كذلك البيبي محمد رايان. فالمهم داكشي اللي غادي ندير انا نعاود نصور لكم اكيد. هاد فين غنمشيو؟ فين تاتا؟ شكون تاتا؟ تاتا بيبي. شكون تاتا؟ تاتا بيبي. تاتا زكية. شكون غنشوفو؟ فوالا بنات لقيتوني، جيت عند زكية باش يمسح الكاميرا، قلت لكم لقيتوني جيت عند زكية، جالسين كنا جالسين مجمعين. زيد كيلعب مع محمد رايان، كيلعب زوين. ديه معنا، ديه معنا بيبي، ديه معنا الدار. صافي قلت لكم المهم جالسين مجمعين، زيد كيلعب مع محمد رايان، ايوا صافي هو هرب مابقاش كيلعب. ضروري شويه ديال البسالات، هو ما كيبغي يكتشف. كوكو محمد رايان. محمد رايان، محمد رايان، هيا في الناس.
واو الباروك ديال الحاج هانتوما التميرات. شنو هذا فيه ما زمزم؟ عندنا ديال تبارك الله عاد كنت مشهيه نشربو ونسيت وقلت عليك بلا 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 شكون عطاك ولي راه مسكتناش من الهضره حتى جابتو ماما. المهم مبروك عليها الحاج والله يخليها لك الذكيه امين يا رب تخليك ان شاء الله وليداتك على خير. وتنتم البنات اللي جاوا وليدها من الحج مبروك عليهم وحتى حنايا اللي يحرمنا من داك المقام يا ربي امين يا ربي يا ربي. انا كنصوري اهلا البنات هيا زكيه كديري لاباس عليكم كلشي بخير شو الصوت غليظ ما فهمتش اش قصد على صوتي غليظ بلا ما نغلط فيه. المهم راه من الصباح وحنا راه ماشي يلاه جيت راه صافي راه خيفت انايا تا غير حشم دونات وقلت لها ما ديري والو انا فاش كنجي عند شي حد والله البنت اللي كنجي كنبقى نهضر اويلي وغنبقى حنا بالجوع قالت لي اختي واش نقصو حنا بالجوع اويلي ما تاكلي كاع انا قلت لك كولي والله الا كيعزيز عليا الجمع انا واحد الانسانه والله العظيم جو 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 الهضره ما كتساليش ويلي راه نشوف امي بكثرة الهضره والله العظيم مرحبا بك اي وقت نزلتي خليك ليلي جيني باش نجمع ويلي عتوصيني انا صافي راه وليت مرات الدار مرحبا بك والله الا مرحبا بك زين عارفه اللي كاين هو باجي معايا اليوم راه حنسيت راه ويلي كاين راجلك كاين راجلك واش غادي الطريق ويه اويلا غترجع لتيزني تحبنا تباتي هنا لا غنمشي 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 حيت باقي خصنا نقضي واحد الغرض نهار الخميس والخميس يمكن بلا شي نعاود نرجع لا نبيت الله حيت غتسافري عندنا الطريق مبقيناش والبنات قولوا لي دير لكم فلوقات ملي تسافر غادي المناطق زوينين ان شاء الله ان شاء الله حتى هي راه غتسافر ما نقولش لكم لا دات ندير لكم سيسبانس ديروا لها الطياره فاش تبدا تحط الفيديوهات. شوفوا زكيه مبرزطه مع التربيه مسكينه والله ولكن غتولي غتولي ترجع ضروري راه محمد راه بدا كيتقاد ليه السيستم ديالو هذا ان شاء الله الحمد لله كلشي غادي يتقاد زعما هو اللي كان حابسنا العجز العجز قلت الافكار والله العظيم العجز زعما مابقاش نعاودو كل حاجه كل مره ندير نفس الحاجه نفس الحاجه انا كتجيني بشكل انني نبقى نعاود نفس الفيديو في كل مره في كل مره كيخص جديد ايوا نتوما قولوا لنا في لي كومونتير الفيديو اللي كيعجبكم بزاف واش الفلوغات خصنا نعاودو شي تشالنج انا وياك وي امتى درنا تشالنج كيخشي كم صغار شي عامين هادي يعني وي كنا صغار 30 وانت والله الا كنا صغار والله الا كنا صغار كانت عندي ديك الساعات مازال ما كملتي يمكن حتى 5000 ابوني صح والله كنا صغار خلاتها ذكية والله الا ان شاء الله ندير شي ان شاء الله شي تشالنج يكون واعر شي حاجة طوب حاجه اللي غادي تموت خاصه غادي عندي بعدا نرجع من الصفر عرفتي شحال هادي كنقول حتى ترجعي ان شاء الله للصفا دابا عندك عذر ما كانش عندك عذر بقيت هاد البرد صاد اوهو تيزيت كتكون سخونه لا اختي الدار عندي بارده لا اختي ساكنه في الطاج بدون ذكر الارحام وانت ما صاحبتك شكون اللي عندها شي صاحبتك كتجي كليشان ويلي على القهوه خيبه القهوه عمرو شرب قهوه القهوه ماشي ديال لي بيبي ماشي ديال لي بيبي يلا جي عند طاطا لا زيد راه الصباح هو طاطا زكيه بيبي طاطا زكيه جا دار لنا الطياره فينا محمد ريان فينا هو اشنو دار لك عمو اشنو دار لك يلا بنات انا غناكل تميرات ونشرب زمزم عتو نتشوق عليه والله العظيم يلا تنخرج ونعاود نرجع لكم انا تقيتوني يلا جيت المرجان كنقلبوا على شي باليزه حيت صراحة هذيك الكبيره اللي عندنا ما بقاتش فايده لشي حاجه بانوا لي هادو بحال دابا مثلا هادي هادي دايره 690 و 499 كاينه هادي حتى هي عجبتني نفسهم يمكن نفسها هادي ها هي دايره 359 ما عرفتش واش هذا هو الثمن ديالهم بلايص اخرين ولكن غالبا غادي نشوف يمكن في بلايص اخرين ممكن الالوان كيما شفتو كل الكري هذا الغوز جولد الاحمر الخضر الكري بحال بنات ما خديت والو ما خديت حتى باليزه جاوني شوفوا في الصوص هذا كيفاش حطها هنايا قلت لكم ما خديت والو حيت بانوا لي ما صححش وبغيت نشوف فين زكان ولا نقدر نلقى شي حاجه صحيحه اللي تصبر بنات زوينه الاضاءه هنا
فولي كاين داك لافور داك شاش كتسمع الموسيقى. يلا خرجنا من مرجان ما لقيناش حتى غادي ندخل يمكن للطوموبيل نهضر معكم حيت هنايا مسموع الموسيقى اللي دايرين الضغوط. شوفوا اصلا شكون اللي قاطي في هاد الدخله ديال مرجان هو سيد توتوت. وريهم توتوت شريتي ضربوا ضربوا على الطوموبيلات في مخرج نخصنا راه يلا شرينا ليه وحدين مع وصلنا لاكادير وهرسها هادو قال لك راه صحاح زعما نشوفوا هاد الصحاح كل وليدات حتى هي كتهرس الطوموبيلات دغيا. المهم وهذا خدينا داكشي اللي كاري طوموبيلات الزياد الماء ما لقيتش داكشي اللي بغيت في البالز ان شاء الله حتى نمشي لتيزنيت ونشوف الا لقيتهم تما كانوا بانوا ليا تما عند شي واحد ما عرفتش البنات تيزنيت الا بانوا لكم في هذا البالز قولوها ليا باش نشوف سينو انا في مرجان ما بانش ليا شي كاليتي ومغلي ليهم الثمن وصافي بابا فيديو يلا نمشيو. مهم غادي نختم معكم الفلوق يمكن هنايا صافي تبقى والو غير اننا غادي نشد الطريق وغادي نوصلو غالبا نحاول ندير لكم المونتاج لهذا الفيديو ونحطو لكم غدا وصافي زعما ما غاديش تكون شي حاجه اللي غادي نصورها لكم من بعد. اليوم ما خرجت ما نسيتش الخاتم نورمالمون ديما كنخرج بلا خاتم. هذا مكان الغزالات نتمنى هاد النهار دوزتوه معايا زوين انا الصراحه دوزتو زوين وانت شفت البنات طمنت على مريم مشيت شفت زكية ومحمد ريان وكذلك شفت ماماها وباركت ليها الحج داز هكا نهار زوين درنا فيه الصوب وكذلك استمتعت مع البنات جمعنا ضحكنا صوم مع مريم صوم مع زكية. المهم البنات الاخرين باقيين مسافرين تيجيو ان شاء الله نديرو شي جميعه هكا كتكون خريجه مع البنات ولا جماعه مع البنات كتكون شي حاجه اللي زويونه كتفوجوا فيها وداكشي كامل فصافي. هذا مكان الغزالات تهلاو ليا فريسكو وما تنساوش يعجبكم الفيديو ديروا لايك وكذلك تشتركوا الى اول مره كتشوفوني تهلاو ليا فراسكم نمشي نشوف هاد السي زياد كينقر اشنو هذا شنو هو هذا مزيان شنو هو زياد قولي عافاك ماما عافاك دوت ماما هاك لا 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 حافظ يلا بنات تهلاو ليا فريسكم و تا الفيديو الجاي ان شاء الله.